النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية لهذا اليوم، والتي تشير إلى تواجد كميات كبيرة من السحب والغيوم في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. تم رصد طبعا وجود هذا المنخفض الجوي تقريبا قريب إلى الشمال من السواحل المصرية، وهذا منخفض الجوي مترافق مع جبهة هوائية باتت واضحة عبر صور الأقمار الاصطناعية، جبهة هوائية باردة والتي بدأت بعبور أجواء المملكة منذ ساعات المساء الأولى، وتسببت بهطول الأمطار في بعض المناطق. وهناك جبهة هوائية أخرى متواجدة في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. لو أخذنا نظرة أقرب على آخر صور الأقمار الاصطناعية في المملكة، والتي تشير إلى طبعا تعرض مناطق واسعة من جنوب المملكة خلال ساعات مساء هذا اليوم لهطولات رعدية مطرية، كان بعضها غزير ومترافق مع حدوث البرد، وذلك في مرتفعات الطفيلة والشوبك وقرى نعمات في معان، ومرتفعات أيضا محافظة العقبة، وحتى مدينة العقبة بحد ذاتها أيضا تتعرض لهطولات مطرية مع تقدم المزيد من السحب والغيوم باتجاه باقي مناطق المملكة. خرائط الضغط الجوي تشير هذه الخرائط إلى أن المملكة تقع اليوم تحت تأثير الجبهة الهوائية الباردة، أو هذه الليلة عفوا، وبالتالي يتوقع أن تتعرض المملكة لانخفاض لافت على درجات الحرارة في ساعات هذه الليلة. بالمقارنة مع الليلتين السابقتين، الطقس غير مستقر للغاية في العديد من المناطق، وفرص الأمطار الرعدية واردة في مناطق مختلفة من المملكة، ربما تكون غزيرة هذه الأمطار في المناطق الجنوبية مسببة جريان الأودية وتشكل السيول التي ربما تكون في بعض المناطق المنخفضة. لكن غدا يتوقع أن يتقدم ذات المنخفض الجوي نحو جنوب جزيرة قبرص، وتوزيعات الضغط الجوي تشير غدا إلى أن المملكة تقع ضمن تأثير رياح جنوبية غربية جافة وصحراوية المنشأ، مما يعني أن غدا هناك تراجع على فرص الأمطار وهدوء أكثر على الأجواء، في حين تزداد نسبة الأتربة والرمال في الأجواء نتيجة هذه الوضعية الجوية. هذا المنخفض الجوي المصنف بأنه من الدرجة الثانية وفقا لمقياس شدة المنخفضات الجوية هنا في طقس العرب، من المتوقع أن يتحرك باتجاه الغرب، يتمركز تقريبا قبالة السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط اعتبارا من فجر يوم الأربعاء، لتعبر المملكة من جديد جبهة هوائية مرافقة لهذا المنخفض الجوي ذات أمطار أكثر انتظاما وشمولية لتشمل أجزاء واسعة من المملكة اعتبارا من صبيحة يوم الأربعاء وحتى ساعات صباح يوم الخميس بمشيئة الله تعالى. عودة للأحوال الجوية متوقعة هذه الليلة، إذن هذه الليلة يتوقع أو هذه توقعات عفوا الأمطار هذه الليلة بشكل عام، كما نلاحظ أيضا حزام من الأمطار الرعدية متوقع مع عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة التي يندفع خلفها هواء بارد وفرص الأمطار متاحة هذه الليلة. غدا في ساعات النهار كما تلاحظون تقريبا خلو معظم مناطق المملكة من فرص الأمطار نتيجة هبوب رياح جنوبية غربية ذات مصادر صحراوية وجافة بشكل عام وأجف من ما هو كان عليه الحال هذه الليلة، ولكن اعتبارا من ليلة الثلاثاء الأربعاء وصباح يوم الأربعاء تتعرض وتبدأ المملكة بالتعرض لتأثيرات هذا المنخفض الجوي من الدرجة الثانية كما تلاحظون في أجزاء ومناطق مختلفة من المملكة على شكل زخات من الأمطار ما بين الحين والآخر، والتي ربما أحيانا تصحب بحدوث لبعض العواصف الرعدية أحيانا بمشيئة الله تعالى. الأجواء هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء غالبا غائمة مع احتمال لهطول زخات رعدية من الأمطار، تستمر هذه الفرصة متاحة حتى ساعات فجر أو ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة، ثم تتراجع فرص الهطول بشكل تدريجي مع ساعات صباح يوم غد. بعض من هذه الزخات ربما يكون غزير وخاصة في المنطقة الجنوبية من المملكة مسببا جريان الأودية وتشكل للسيول. درجة الحرارة الصغرى تتراجع إلى 10 درجات مئوية بعدما سجلت تقريبا 15 درجة مئوية في الليلة السابقة، وتعود مرة أخرى الأجواء تصبح باردة نسبيا بوجه عام. نهار يوم غد الثلاثاء يتوقع أن يطرأ انخفاض حاد وكبير جدا على درجات الحرارة، تعود بها درجات الحرارة تصبح حول المعدلات المعتادة
لمثل هذا الوقت من العام. الطقس غدا سيكون باردا نسبيا بوجه عام ومغبرا بشكل متفاوت ما بين منطقة وأخرى في معظم مناطق المملكة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غدا تقريبا جنوبية غربية ما بين المعتدلة إلى نشطة السرعة على فترات. ذلك الأمر يثير بعض الموجات الغبارية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. في خليج العقبة تعود من جديد الرياح تصبح جنوبية وتكون أحيانا نشطة السرعة، مما يرفع مستوى الأمواج في خليج العقبة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم الثلاثاء والصغرى ليلة الثلاثاء للأربعاء. نبدأها شمالا من إربد التي تتوقع أن تسجل تقريبا حوالي 18 درجة مئوية في ساعات النهار الصغرى 14، في جرش 17 إلى 13، وفي المفرق من 17 إلى 10 درجات مئوية، وفي عجلون من 14 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة، في العاصمة عمان من 14 إلى 11، وفي الزرقاء من 17 إلى 12، في البحر الميت من 21 إلى 17، وفي مأدبة من 15 إلى 9 درجات مئوية. تكون في السلطة تقريبا ما بين 15 إلى 13 درجة مئوية درجة الحرارة الصغرى. المناطق الجنوبية في الطفيلة 12 إلى 9 درجات، الكرك من 12 إلى 9، في معان من 14 إلى 5 درجات، الشراء من 11 إلى 6 درجات مئوية. أما في خليج العقبة فتكون العظمى حوالي 20 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 11 درجة مئوية في ساعات الليل. المناطق الشرقية من المملكة تكون في أرويش من 18 إلى 6، في الصفاوي من 17 إلى 6، أما في الأزرق فترتفع العظمى إلى 19 درجة مئوية في ساعات النهار وتكون الصغرى تقريبا 7 درجات مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاث أيام القادمة، إذن غدا هناك هدوء في الأجواء وتراجع في فرص الأمطار، تكون العظمى 14 الصغرى 10 درجات مئوية مع أمطار ما بعد منتصف الليل. يومي الأربعاء والخميس تتأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي المصنف بأنه من الدرجة الثانية، هي الدرجة الاعتيادية، أمطار متوقعة على فترات ما بين الحين والآخر في مناطق عدة من المملكة، وتكون درجات الحرارة العظمى ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية في ساعات النهار وتقريبا 10 درجات مئوية في ساعات الليل. تميل الأجواء للاستقرار بمشيئة الله تعالى اعتبارا من ساعات مساء يوم الخميس، ويتشكل الضباب في أجزاء مختلفة من المملكة فجر يوم الجمعة. قبل الختام توصيات هامة بشأن هذه الأحوال الجوية السائدة في المملكة. الأمر الأول هو من مغبة الانتباه لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون من مخاطر ارتفاع نسب الغبار في الأجواء، سواء خلال ساعات النهار وفي المناطق الصحراوية أو حتى في باقي مدن المملكة. الأمر الآخر هو الانتباه من مخاطر تشكل السيول هذه الليلة في مناطق البادية الجنوبية وبعض المناطق الأخرى نتيجة غزارة بعض زخات الأمطار. هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة في طقس العالم.